أهلا وسهلا أعزائي الطلبة والطالبات الثانوية العامة، مع النموذج السادس لامتحانات التابلت. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتتفرج على الفيديوهات السابقة بالتدريج عشان تعرف مستواك في اللغة الإنجليزية. نسيبكم مع الامتحان ونبدأ نحل وتعرف نتيجتك في الآخر. وبكده انا خلصت الامتحان. تعال نشوف النتيجة تطلع في نفس اللحظة، وده اللي هيحصل معاك في امتحانات التابلت. ما تنساش تقول لزمايلك وتشترك في القناة وتفعل الجرس. النتيجة زي ما انت شايف 20 من 20. ربنا يوعدكم وتجيبوا الدرجة النهائية ان شاء الله في امتحان الانجليش. هيتحل اكتر من 100 امتحان بالترتيب، خدهم بالترتيب عشان تقدر تشوف مستواك في اللغة الانجليزية ولا في امتحان اخر ان شاء الله.